إذا شكرا للزميل محمد بركات. المنتخب الفلسطيني ينهي هذه المباراة كما هي نتيجة مباراة الذهاب بستة أهداف دون مقابل على استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية، لذلك يرتفع رصيد المنتخب الفلسطيني إلى 9 نقاط. إذن 3 نقاط ثمينة لمصلحة المنتخب الفلسطيني بهذه المباراة، سداسية نظيفة إذا سجلها المنتخب الفلسطيني. سنتابع وإياكم الأهداف الستة التي سجلها المنتخب الفلسطيني بداية من الشوط الأول في الدقيقة 37 عن طريق جوناثان زوريا، هدف في المباراة في الشوط الأول. ثم بعدها بدقيقة تقريبا سجل أحمد أبناصية الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الفلسطيني، ومع نهاية الشوط الأول كانت الثلاثية الحاضرة للمنتخب الفلسطيني بعد هذه الركنية والدربكة، يسجل أحمد أبو ناهي الهدف الثالث لمنتخب فلسطين، الهدف الثاني الشخصي له. ثم الهدف الرابع جاء في الدقيقة 58 عن طريق أحمد أبو ناهي ليسجل الهاتريك في هذا اللقاء. ثم في الدقيقة 88 البديل تامر الصيام يسجل الهدف الخامس لمصلحة المنتخب الفلسطيني، كرة مرتدة من الحارس ثم متابعة من أمام المرمى لتأتي الدقيقة 91 وتحمل الهدف السادس عن طريق كذلك المنتخب الفلسطيني الذي سجل السداسية في هذه المباراة كما كانت في مباراة الذهاب.